ده الامل. ولما جه الجون ده كنت قاعد بتفرج، وبصراحه ما حسيتش باللي انا عملته، مش عارف ايه اللي حصل بالظبط يعني. ولسه رمى الباصه جميله، محاوله خطيره سريعه، والعرضيه جميله، راسيه جون كابتن محمد ابو تريكه في ماتش اورلاندو في 2013 الفاول. بس فكانت فرحه كبيره طبعا يعني، عشان الهدف كان مهم في فوز البطوله. احلى هدف يعني ابو تريكه اللي جابه في الصفاقسي، كان هدف جميل. هو مبدئيا انا اسماعيلاوي، بس طبعا لازم يساند الاهلي يعني في نهائي افريقيا. وانا بالنسبه لي احسن جول للنادي الاهلي ابو تريكه في الصفاقسي يعني، فرح الناس كلها وخلى الناس كلها تتبسط، وجاب البطوله للاهلي وخلى مصر تاخد البطوله يعني، كلنا مصريين يعني. هدف ابو تريكه في الصفاقسي اللي هو تقريبا في الدقيقه 90 او 91، بس ده هو كان احلى هدف بالنسبه لي، ما انساهوش ابدا يعني. كره طويله في عرض الدفاع التونسي، لمسه من عماد متعب، مرتده، تصوير، وجول جول جول جول. الهدف الاول للنادي الاهلي محمد ابو تريكه. كنا وليد سليمان في الترجي في 2012 في افريقيا، كان في النهائي، كان في رودس برضه. بس بالنسبه لي احسن جون وليد سليمان بصراحه، بالنسبه لي احسن لعيب. كورة من وليد الهيسري، يرزع مشكلة للدرجة بالوسط، كتيرة برشا، اثنين على واحد، وكورة خطيرة، وكورة من وليد سليمان، والهدف الثاني، الهدف الثاني وليد سليمان، الهدف الثاني بعد خطأ كارثي في دفاعات النادي الأهلي، اللي نقول يضم البطولة بنسبة توصل 99%. هدف شهاب الدين أحمد في ماتش الاتحاد الليبي كان جميل، وانا كنت اصلا ساعتها في مدينه نصر مع جماعه اصحابي واتفرجت على الهدف. شهاب ادي واحده يا شهاب، واحده يا شهاب، يا ولد يا ولد، شهاب دور الملعب، شهاب شهاب شهاب. طبعا اهداف الاهلي معروفه ليها اهداف كتير، بس هدف صراحه اثر فيا بجد، هدف احمد الشيخ اللي جابه في روما. احمد الشيخ شايف اللاعب مظلوم دوت، فكان لازم ياخد فرصه، ويوم ما خد فرصه اتالق باسمه ما شاء الله، والحمد لله لغايه دلوقتي بياخد فرص. بس يعني هو الهدف ده هو انا كنت عمال اقول لاصحابي احمد الشيخ ده لعيب موهوب صراحه.